السلام عليكم الدراري، كي دايرين؟ لاباس عليكم. بالنسبه للطرز ديال اليوم غادي نشرح لكم سيت ماب. المهم غنشرحه لكم، غادي طيب فيه مزيان وكيفاش تكليني الطاطا ديالو وكيفاش تحقق به مبيعات مزيانه. بالنسبه للانسان اللي في البدايات ديالو، حيت بدا منين يقدم شويه في الدومين وبدا يطرح فيه فلوس، خاصو انفيستي في لي تول اللي بالفلوس. مهم هاد السيت ماب هذا راه مزيان بزاف بالنسبة للناس اللي خدامين داي بابل تشيب بابليك سبريت شورت، حيت هاد لي سيت كاملين عندهم لي سيت ماب ديالهم. انا غنشرح السيت ماب تاع ريد بابل وهاد الميثود تقدروا تطبقوها على كاع لي سيت مهم بحال تشيب بابليك سبريت شورت، وهاد اللينكات كامل غنحطهم لكم في الوصف ان شاء الله تاع الفيديو. ندخلوا لانكشبو سيت ماب ريد بابل. مهم هاي كيفاش كتكتب سيت مع بريد باب. المهم هاد اللينك هذا غنحطو لكم لتحت. غندخلو للسيت الاولاني. هنا اش كيحط لك؟ كيحط لك مجموعة ديال لي جروب، وهاد كل جروب كتلقى داخل منها لي لينك، وهاد لي لينك كتلقى كل لينك كتلقى داخل من واحد الداتا كبيرة بزاف. هنايا اش كتلقى؟ كتلقى لي كاتيجوري، كل جروب كتلقى فيه كاتيجوري بصيغة اكس ام ال. مهم هنا غتلقى تي شورت، بوب سوكيت، ستيكر، اي كاتيجوري غادي تلقاه هنايا. غادي تلقى حتى فان ارت. المهم كاع لي كاتيجوري غادي تلقاهم هنايا. حنايا شنو اللي كيهمنا؟ حنا كيهمنا نيويورك، حيت دابا مثلا ملي غندخلو حنايا الكاتيجوري ديال التي شورت اش غيطلع لينا؟ غيطلع لينا بحال دابا. مهم غنشرح لكم بعد السيت شنا هو الدور ديالو، علاش حط ريد بابل. هاد السيت هذا كيانديكسي لي ديزاين اللي كيكونوا في ريد بابل، كيانديكسيهم في جوجل. كيحط لك هاد السيت هذا كيحط لك واحد الخمسة د المعلومات على كل ديزاين تباع. كيحط لك كاتيجوري ديالو، التاتش ديالو، سميت لي ديزاين ديالو، والداتا اللي تحط فيها، والوقت الداتا اللي تحط فيها الوقت. المهم هاد السيت هذا قلنا الهدف ديالو وعلاش دار باش يانديكسي لي ديزاين في جوجل. الا دخلنا مثلا هنايا شي كاتيجوري بحال شي شورت او الستيكر ولا شي حاجه بحال هكاك، اش كيطلع لينا؟ غادي يطلع لينا لي ديزاين اللي تباعو شحال هادي، واللي تباعو جداد والقدام. مهم داكشي مخلط. احسن حاجه كندخلو هاد نيويورك. هاد نيويورك اش كطلع؟ كطلع لك ديزاينات اللي تباعو مؤخرا فهاد الشهرين، شهر. مهم على حساب. غادي نكوبيو من هنا من هاد HTTPS حتى ال XML. غادي ندير لها سيرش. هاي كيما قلت لكم هاد اللينك عطاكم واحد المجموعة ديال الجروبات. عاوتاني غنختارو اي جروب. انا راه كيما زيرو حتى لطناش لطاش للجروب. المهم غنختارو شي واحد، غنختارو مثلا التلات التالت. غنشدو هادي وغادي نقلبو على غنوقفو هاد السيت هذا. علاش وقفناه؟ وقفناه حيت الا موقفتيش راه كيقدر يتبلونط، فهمتيني؟ دابا هذا مثلا انا راه وقفته جوج ثواني، واش شحال ديال الطاطا عطاك؟ واش شحال ديال الطاطا؟ حنا كاع نعرفو شحال ديال الطاطا عطانا. نكوبيو هدا اش تي تي بي اس، نكوبيوها كنترول اف كنترول في. هاي 3830 في الطاطا، حيت الا خليتيه يكمل غادي تقدر توصل لك حتى لعشرين الف، تلاتين الف، فهمتيني؟ ولكن يقدر يتبلونط، هادشي علاش كنفضل انا نوقف. هنا كيعطيك واحد الخمسة ديال المعلومات في كل لينك. دابا كل لينك دابا انا لقينا 3800 راه من هنا حتى لهنا لينك، هذا كله لينك واحد. وهنا راه كاين
ما فوق 3600. و باي ذا واي راه وقفناه في جوج ثواني، راه دارت باك اللي كاينه وقفناه، كون خلينا راه كنا نقدر نوصلوا لواحد 30 40 ألف ديال لي لينك. هنايا اش عطاونا؟ عطاونا حاجة الأولى، عطاونا redbubble.com، حداها لي كاتيجوري هو ستيكر، حداها تايتل ديال ديزاين حتى لهنا، هنايا باي، عاد كتلقى سميت الديزاينر، وما دار ما سميه ما والو، المهم ماشي مشكل. عاد مورا كتلقى الرقم هذا، هادي رقم بحال رقم كيتسمى رقم التتبع. هنايا كنلقاو الوقت اللي تبع في الديزاين، تبع في 15/4/2022، وهنا كيعطيك اش من ساعة واش من دقيقة واش من ثانية. إيه جينا نشوفو مثلا هاد الديزاين هذا، إلا بغينا مثلا نقلبو على الديزاين هذا نشوفو اش كنديرو، كنكوبيو من هنا حتى الوقت، حتى لهاد 2022 كنحبسو هنا، كنقلبو على قلنا تباع في شهر 4 نهار 15. المهم هذا هو الديزاين، نجي نشوف غادي نلقاو تباع، يقدر يطلع لنا في ما كانش كيبيع مزيان راه غيطلع لنا في الصفحة في السطر الأول والثاني، إذا كان كيبيع شوية راه تقدر ما تلقاهش كاع في الصفحة الأولى. كنترول اف كنترول في، ها هو الدراري طلع، هذا هو الديزاين. المهم طلع في الباج الاولى، او طلع هنا وطلع طلع جوج مرات، طلع سكيله فيه، هو هذا هو اللي طلع لنا التباع، راه طلع لينا. هنشوفو الديزاين بدا واش كيتباع شويه، اش غادي نديرو باش نعرفو واش كيتباع، نشطو التايتل ديالو، التايتل ديالو غنشوفو شحال مرة تعاود فد لي لينك كاملين. كنترول سي كنترول اف كنترول في، او راه تعاود مرة وحدة. نشوفو الديزاينر هذا واش كي واش كيبيع حتى هو، كنترول اف كنترول في، طلعنا حتى هو مرة وحدة، السيد ده ما كيبيع صراحة، المهم مش مشكل. دابا هادي الداتا ديالنا، دابا مهم نشوفو دابا باغ اكزومبل قبل ما نكلينو الداتا، غنشوفو لي ديزاين اللي تباعو اليوم، نشوف واش كاين شي ديزاينات تباعو اليوم، غنشطو غنكوبيو هذا، كنترول سي كنترول اف كنترول في، اش مشهر هذا شهر 5، شهر 5 نهار 6، ما قعدتش شي ديزاين تباع اليوم. المهم نشوفو البارح، هما راه ديزاين تباع اليوم راك تباع، ولكن باقي ما تلاحوش هنايا، ولا تقدر تلقاهم في شي جروب اخر، تلقاهم في الجروب ولا هاد الجروب. المهم راه مبيعات راه كاين يوميا، يعني راه ماشي الا دخلتي شي جروب ودرتي نهار مثلا نهار 16 5 ما طلعوش، كتقول السيت راه ما باع والو، طلع لنا جوج، طلع لينا هذا وهذا. المهم بداو الاولاني، غنكوبيو من هاد اش تي تي بي اس حتى لهنا، لا لا من هنا حتى لهنا، هو الديزاين اللي تباع ديال الاوكرانيينيت، نكوبيو هذا كنترول اف كنترول في، ما طلعش ديزاين. كاين جوج حوايج، كاين يا اما هاد المبيعة هادي باقي ما طلعتش في المبيعات في السطور عنده،
يا هاد السطور كيبيع بزاف لدرجة ان هاد المبيع ما بانتش كاع في السطر في الصفحة الاولى. المهم هاد هو البلان كيفاش كتلقاو لي ديزاين اللي يلا تباعو بحال دابا هاد الميثود هادي، راه تقدروا تخدموا بيها تشوفوا ديزاين تباعو اليوم والبارح والبارح ومد السيمانة كاملة، وتشيكيوها في كاع هاد الجروبات كاملين باش تقدروا كاع تمشيو بعيد وتمشيو كاع لهنايا ودخلوا تي شورت تشيكر فابسوكيت ودخلوا لهنايا وتبقاو تشيكيو بوحدة بوحدة، راه ما غاديش يدي لكم بزاف ديال الوقت. وبالنسبة لمنين تسيرشو على هاد الباج هادي خليوها واحد 10 ثواني 15 ثانية بحال هكاك باش تطلع لك الماكسيموم ديال الداتا. المهم دابا غادي نكلينيو هاد الداتا هادي. بالنسبة للكلين كتشوف على حساب واش عندك بيسي مجهد او لا بيسي متوسط ولا بيسي على قد الحال. المهم انا غنشرح للناس اللي بيسي اللي معاه على قد الحال باش نت الفيديو ميكونش طويل. وهاد الميثود هادي تقدر تطبقو على البيسي مجهد. المهم الا عندك بيسي مجهد اش كدير؟ كتكون كنترول ا كتكوبي، سمحوا لي كتور كنترول ا اي الداتا كلها تكوبات كدير لها كنترول سي وكتهزها كاملة وكتحطها فهاد الابليكاسيون. المهم الدراري انا ما غاديش نكوبي الداتا كاملة حيت غتعطل شي شوية، غادي نكوبيو مثلا في بركة نمشيو حتى لهنا غادي نكوبيو هاد الداتا هادي. انا غادي تلقى واحد 700 بحال هكاك 500 ديال لي لينك. المهم غندخلو لهاد لابليكاسيو هادي سميتها سابليم تكست. هادي ديجا كنت خدمت واحد ليكزامبل لي كوبيت فيه 12924 لينك، كوبيت كنترول ا هزيت الباج كاملة. المهم شو الداتا في الاخر كي غادي تولي، غتولي بحال هكا. اللينك يبدا من هاد HTTPS وكيسالي بهاد الزيادة هادي الاخرانية اللي كتكون مور الداتا. غنديرو كنترول ا وغادي نسبريمو هادشي كامل وغنحطو الداتا ديالنا اللي كوبينا. هاي كتبان لكم الداري مرونة، شتا كتبان لكم مرونة. اش غادي نديرو؟ غادي نديرو كنترول اش. اش غادي نهزو؟ غادي نهزو هاد HTTPS هو اللي كيبدا بيها اللينك، اي لينك يبدا ب HTTPS غادي نهزوها وغادي نحطوها هنايا. هاي HTTPS حنا شنو الغرض ديالنا؟ الغرض ديالنا انا نقولوا ليه كيما تبان لك HTTPS رجعها للسطر، فهمتوا الدراري؟ واحد مثلا هادي هاد HTTPS هاد HTTPS غادي تجي هنا وهاد HTTPS غتجي هاد السطر وهاد HTTPS غتجي السطر اللي تحت منه وتبقى غادي باش تكون الداتا مكلينيا كيما وريتكم في الاول. هاد رجع للسطر في اللونغ بروغراماسيون كدير هاد باك سلاش ان وعاد هاد اللي كتبناه هنايا كنعاودو نكتبوها هنايا. هادي في الكوتي ديال البروغراماسيون. شنو هو المعنى ديالها؟ المعنى ديالها اننا كنقولو ليه مثلا، نعطيكم شي اكزامبل. مثلا اش كنقولوا ليه؟ كنقول ليه شوف هاد اللينك مثلا ما نطروش عليه، غنمشيو للينك الثاني منه نقول ليه شوف كيما تبان لك هاد الجمله هادي هاد الكلمه هادي اش كدير؟ اش كدير ليها؟ كدير ليها بحال نقول له كونترول سي كونترول في كونترول سي كونترول في وكتمشي للاخر الاول ديال هاد الكلمه هادي وكترجع للسطر.
عاوتاني كتبقى غادي منين كتبان لك. فين هي؟ هيا عاوتاني هادي كتكوبيها كدير لها كونترول سي كونترول في وكتجي البداية عاوتاني وكترجعها للسطر وكتبقى غادي حتى كتكاد الداتا كاملة. وما دي بمعنى انا ميمكنش نديروها بيدينا، كنخدمو باللوجيسيال اللي بحال الاوجيسيال هذا. وحنا علاش كنديرو هاد الكلمة بعدا؟ علاش كنديرو هادي؟ باش كيعرف فين غادي رجعنا للسطر. هذا هو البلان اللي كاين. دابا مثلا المهم نعطيكم ليكزامبل في هاد السيت هذا، ولكن هاد السيت المشكل اللي فيه انه ما فيهش ديك الباك سلاش ان. المهم غادي نشرح لكم باش تفهموا اكثر. مثلا نكتبوا هنا مجموعة ديال لي كيورد، نكتبوا مام داد بوي كيدز. اش غادي نقولوا ليه مثلا في السيت هذا باش تفهموا اكثر؟ هنقول ليه مثلا كل بوي رجع لي مثلا 2022. هاي هاد بوي هذا رجعت لي 2022، ولكن اللي قلت لي مثلا كل بوي رجعها لي للسطر، او مثلا رجع لي 2022 ورجع لي السطر. ميمكنش نردت هنا باك سلاش ان. شنو هو مثلا من دابا السيت هذا اش كيدير؟ كنعطيه مثلا هادي راه كيحولها لي لهادي، ولكن هنا عندي باك سلاش ان. اش كيدير ملي كيحولها هاد 2022؟ كيديرها بحال هكا كيرجعها للسطر. المهم نتمنى يكون هادشي مفهوم. خديت هاد اتش تي تي بي اس، هاد باك سلاش ان اتش تي تي بي اس، غنديرو هنايا ريبليس اول. انتوما دابا كتشوفو الداتا عندي تكلينات. كيما كتشوف بحال هاد ستار 199 غتلقى في اتش تي تي بي اس، هاد ستار 200 هتلقى في اتش تي تي بي اس، كل اخر كتلقى في اتش تي تي بي اس. شوف شحال الداتا عندنا هنايا، عندنا سيدي 513. مزيان، غنديرو كونترول ا كونترول سي وغادي نجي وغنحطو هاد الداتا هنا. مزيان الدراري، دابا فهاد ليكسل غادي نكلينيو الداتا ان شاء الله. نمسحو هاد اللين هذا. دابا الداتا كل مجموعة في هاد الكولون واحدة، وفي هاد الكولون هنايا غادي المهم الدراري الداتا كل مجموعة في هاد الكولون هذا، راه مبيرا ما فيه والو. هادشي كتشوفو ربي ما فيه والو، الداتا كل مجموعة في هاد الكولون. هنايا كيما قلنا كاين خمسة ديال الحوايج. كاين هاد السيت، كاين الكاتيجوري. المهم هاد السيت هذا مدروش اللي حيت كيتعاود www.paris.com/e، هادي كلها كتعاود، خاصنا نحيدوها بعدا. غنديرو كونترول اش، المهم غنديرو بعدا بحال هكا، غادي نكوبيو من هنا كونترول سي وغنديرو كونترول اش، غادي نحطوها هنا. وقال لنا دابا اش قال لنا هنايا؟ قال لنا قلنا ليه هاد اللعيبه كونترول اش راه بحالها بحال هاد السيت، راه بحالها. مثلا قلنا ليه مثلا هنايا هاد مام هادي غنحطوها هنا، غنقول ما تعوضها لينا بوالو، خليها خاويه. هاد مام كتمسح اوتوماتيك، هادشي اللي غادي نديرو هنا في ليكسل. نقول لها ما تعوض لنا بوالو، select replace all. اوكي
هاي تحديدات ديك www.redbubble.com/e. انا اش كيطلع؟ كيطلع لي كاتيجوري، هما كيبانوا لي واقيلا كلهم ستيكرات، كلهم الستيكر، كلهم الستيكر، ما يمشي مشكل. هنايا غادي نكتبو لك، المهم هنايا اش كاين؟ كاين ستيكر ديال الكاتيجوري، هذا هو التايتل حتى لهنا، هذا هو سميت ديال الديزاينر ولا البراند ديال الديزاينر، هذا ما كيهمش. هذا هي الداتا اللي تباع في الديزاين 3/5/2022، هذا تباع شي 3 ايام هادي، والوقت اللي تباع فيها. اش غادي نديرو؟ خاص بغينا نقسمو هادشي كامل، هادشي كامل بغينا نقسموه. كيفاش غنقسمو هادشي؟ هادشي بغيناه في الاخر كي غادي يكون، غادي يكون مثلا هاد الكونو هذا فيه مثلا هاد لي كاتيجوري، هاد الكونو فيه التايتل، هاد الكولون فيه الوقت بسميتو، وهاد الكونو هذا فيه التوقيت اللي تباع فيه. اش غادي ندير؟ اول حاجه بعدا غادي نفرقوا هاد الداتا هادي بالفاصله. كيفاش غادي نديروا ليها؟ غادي نكوبيو هاد سلاش، غادي نكليكيو على هادي، نديرو كونترول اش، نقول لها سيدي كل سلاش كيما تبان لك شي سلاش، رجع عليا فيرجل. اوكي غادي نقول له دابا عاوتاني كيما تبان لك شي تير دو سيس، رجع عليا اسباس، حيت مثلا هاد التايتل هذا مفرق بتير دو سيس، نقول له كيما تبان لك شي تير دو سيس رجع لنا اسباس. سيلكت اول، اوكي غادي نقول له عاوتاني كيما تبان لك 2022 دير لي حداها سلاش. هادي كيفاش غادي نكتب؟ كيفاش غادي نقولها ليه؟ غادي نكتب لي 2022 وغادي ندير هنايا فاصله فيرغول، فيرغول 2022، هاي تفرقات. غنمشي عاوتاني هنا وغادي نكتب ليه كيما تبان لك تي، رجع ليا فيرغول. هاهي تي رجعت فيرغول، وهاد الزيادة اللي كاينة في الأخر نقول ليه كيما تبان لك زيد مسحها، كيما سيدي تبان لك زيد، ولكن من الأحسن بلا ما نديروها. علاش؟ حيت إلا درنا هاي راه مثلا التايتل فيه شي زاد ولا شي حاجه بحال هكاك، راه غادي تمسح. ودرنا حتى غلط اننا من حيد ديك 2022 درنا حتى 2022 فيرغول، هذا تدرب تشوف غلط حيت غادي يكون شي تايتل في 2022. كنترول زاد شرج اللور، كنترول زاد صافي خليها بحال هكا. اش غادي نديرو هنايا؟ غادي نكتبو كاتيجوري، فيرغول، تايتل، فيرغول، ديزاينر، فيرغول، داتا. غادي نشدو هادشي كامل،
ان كليكيو على الكولون هذا وغادي نمشيو للداتا غادي نمشيو للتكست تو كولون كليكيو عليها وغادي نتوشيو الاولى دي ليميت نيكست وغادي نديكوشيو الطاب وغادي نكليكيو على هادي كوم اوكي بالك داكشي تقسم او الكاتيجوري ها التايتل ها الديزاينر واخا هادشي بالي ماشي هو داك اللايق درت خطأ درت خطأ درت خطأ هنا ها ستيكر الكاتيجوري هذا هو التايتل حتى لهنا ها التايتل والديزاينر كيبدا من باي حنا اش غادي نديرو كليكي عاوتاني على هادي غنكوبيو هاد باي غنكوبيو باي غادي كونترول اش غادي نحطو هاد باي هادي وغادي يحولها للفيركول اوكي دابا تايتل تقسم لينا على تقسم لينا على ديزاين داتا داكشي اللي درناه نكوشيو الاولى مبقاتش مكوشيه نيكست هو تقسم هو الكاتيجوري تايتل ديزاينر والوقت نيكست هاو داكشي تقسم لنا هما لي كاتيجوري بالنسبة لي كاتيجوري راه حنا في قاع الناس هادو باعو لي ستيكر راه كيكون داكشي مخلط حيت دابا مثلا إذا دخلنا مثلا شي كاتيجوري هنايا تي شورت ستيكر المهم أي كاتيجوري هنايا اش كيطلع كيطلع لنا غير داكشي اللي تباع في داك الكاتيجوري ولكن ملي كندخلو نيويورك أو لا كندخلو فان آرت ولا شي كاتيجوري سبيسيفيك هاك يطلعوا لينا كاع لي ديزاين اللي تباعو المهم نتمنى داكشي يكون مفهوم دابا هما لي كاتيجوري هو التايتل هاو هما الديزاينر دابا الوقت هدا غادا نكوشيو هاد الكون هدا باش هادشي اللي درنا غادي يطبق على هاد الكون هدا غنديرو ليه كونترول اش غادي نقولو ليه سيدي كيما تبان لك 2022 رجع علينا فيرجول 2022 2022 سيليكت اوكي غادي نقولو ليه كيما تبان لك تي رجع علينا فيرجول كيما تبان لك زيد هاي كيبان لك هنا كامل كاين زيد غنقول لك كيما تبان لك زيد نمسحها ما عندنا ما نديرو بها زيد ودينا في بلاصتها والو اوكي هنايا اش غادي نسميو هادشي غنسميو الاولى اكس هاد الرقم هادا غنسميو اكس حيت في الاخر غنمسحو وما كيهمناش هنا كاين تاتا هنايا كاين وقت سيلكسيونو كلشي هاد الكونو هذا كامل امشيو التكست تو كولون كليك عليها كليك على الاولى نيكست نيكست فينيش اوكي هادي كسادة ما عندنا ما نديرو بيه هاو الوقت هاو النهار اللي تباع فيه هو الوقت اللي تباع فيه المهم الدري بحال هكا راه كان نفلتريو الداتا ديالنا
هما لي تايتل لي كاتيجوري لي دي سميت لي ديزاينر طاطا وقت. دابا حنايا اش غادي نديرو؟ كاين بزاف د البلانات كيفاش تلقاو لي تراند من هاد السيت ماب هذا الحال، كاينين بزاف. الطريقة الأولى أنك كتفيل تشري هاد الوقت هذا من جديد للقديم، من كتفيل تشري جديد للقديم كتمشي وكتبقى تسباي هادوك الناس اللي باعوا مؤخرا قبل يومين قبل نهار، وكتولي ديزاين لي ديزاين لي لاحو. المهم إن شاء الله في فيديو أخر غنوريكم واحد البلان هربان كيفاش تعرف كل واحد إمتى لاح أي كمية لاح شي ديزاين كيطلع لك أنه إمتى لاحو الوقت اللي لاحو فيه. مهم كتقدر تفعل تشري هنايا بالوقت، وكتقدر عاوتاني تشوف لي ديزاين هنا اللي كيتعاودو بزاف وتسباي عليهم. هادو هما جوج الطرق اللي كاينين، انك كتفعل تشري بالوقت وكتشوف ديزاين تلاحو جداد وكتسباي على هاد الناس هادو مول الديزاينر، وكتشوف لي ديزاين اللي كيتباعو بزاف. كيفاش دابا حنايا غادي نعرفوا لي ديزاين اللي كيتباعوا بزاف وحنا عندنا راه عندنا شي 500؟ ما يمكنش نديروها بيدينا، دونك ضروري خاص نخدموا واحد الفونكسيون. هاد الفونكسيون هادي سميتها، هاي كنخدموا هاد الفونكسيون هادي. هاد الفونكسيون هادي فيها جوج د الحوايج خاصنا نديروهم. خاصنا نديرو الرانج، المجال اللي خدامين فيه، غنقول لي مثلا خدمنا من A حتى ل C، وهنايا كيحط لينا منين كيبدا هاد الخدمة هادي، منين غيبداها لينا. حدا بقى هنا الرانج غادي نقول يا سيدي من هنا، من هنا غادي ندير دو بوان، درنا دو بوان حتى لهنا. احنا اختارينا الرانج من الراس حتى الراس، غندير فيرغول وغادي نختار نقول ليه بدا ليا من هنا اونتري. غادي نسيليسيوني هذا جوج مرات، غادي نسميو هذا شي حاجة، نسميو اكس مثلا، نكليكي ولا هادي نكليكي ولا فيلتر. صافي انا غادي نقول ليه فيلتر لنا من زيد لا من الكبير للصغير. دابا اش وقع؟ دابا جبدنا لي ديزاينر اللي معاودين من الكبير للصغير. دابا هاد الديزاينر هذا معاود 4 المرات، هذا معاود 4 المرات، هذا معاود 3 المرات، معاود 3 المرات، وبقى غادي بحال هكا. بعد بدا هذا معاود 4 المرات، دونك غادي تقدر تسباي عليه تشوف لي ديزاين اللي لاح جداد. بحال بهذا تقدر تسباي عليه تشوف لي ديزاين اللي لاح جداد ولا يبات مزيان. هادي تقدر ديرها حتى في التايتل، الا كانت عندك داتا كتيرة كديرها حتى في التايتل وكتشوف لي التايتل اللي كيتعاودو بزاف. ممكن هاد لي ميثود هادي كدير هاد الفاريابل هذا، كاين واحد الميثود اخرى اش كدير، كنكوبيو هذا كامل، كنكوبيو كنترول سي، وكنمشيو لهاد السيت هذا. هاد السيت هذا شنو هو البلان ديالو؟ كتحط فيه تكست وكيجبد لك الكلمات اللي كيتعاودو. بحال مثلا هاديو معاودة 4 المرات في التكست هذا، هادي هير معاودة 2 مرات. المهم هذا هو البلان ديال هاد السيت هذا. السيت هذا كينفع بزاف في كيديب. ندير كنترول في او شتي، قال لك هذا كيتعاود 4 المرات، هذا كيتعاود 4 المرات، هذا كيتعاود 3 المرات، هذا كيتعاود 3 المرات. ومش تقدروا تخدموا بهذا الميثود، ولا تقدروا تخدموا بالميثود ديال الفونكسيون الفاريابل، تقدروا تخدموا بهذا الميثود، ولا تقدروا تخدموا بهذا الميثود هذه. مهم زين الدراري، كنقدر عاوتاني نشوفو نكوبيو هاد الديزاينر هذا نحطو هنا كوبيو، كنمشيو هنا
كنشوفوا بحال مثلا في هذا الشيء اللي كوبينا تعاود اربع المرات، غندير كونترول اف كونترول في، شوف تعاود 10 المرات في الداتا كامله، تعاود 10 المرات. دونك دابا كون خلينا هاد الباج تطلع كل لاطي تلقى تعاود واحد 100 مره بحال هكاك. غادي ندخلو لهاد السطو ديال هاد السيد هادو نشوفوه، وراك انتي انت هو هاد السطور كتفرج فيا اسمح ليا. كوبي حتى 2022 حتى لهنا. شوف هاد الديزاين، ما الديزاين غنطلع ندخل الستور وبالنسبة لهاد الميثود هذا راه كاينة في تشي بابليك، كاينة في زازل، هذا سيت ماب كاين في تشي بابليك، كاين في زازل، كاين في سبريت شيرت، كاين في بزاف ديال لي بلاتفورم. دابا هذا عنده 1170 ديزاين. المهم هذا هو السطور. إلا جينا مثلا نشوفو هاد الديزاين هذا، شوفو هذا صراحة ما عرفتش شنو هو التايت اللي غادي نكوبي. المهم هذا ما خدامش في السبام، هادي اهم حاجة، هاد السيد هذا ما خدامش في السبام. المهم هاد السطور هذا تاخدو تسبايو عليه. المهم هو الدرس ديال اللومة. المهم الحلقة الجاية ان شاء الله الدراري غادي نوريكم كيفاش اختصر هاد الوقت كامل، هاد التمارين كامل اللي ضربت انايا. بحال مثلا انا اللي انا اللي خدام على هاد الشيء، راك كتشوفو كندخل سيت ماب كنكوبي كنحط في هاديك لابليكاسيو كنكلين الداتا كنضرب تمارة باش نلقى لي ديزاين كيتباع مزيان. غنوريكم كيفاش تلقاو لي ستور اللي خدامين مزيان، خدامين خدمة نقية، كنلقاو لي تراند كيترانكو في لي تراند، كيطيحو على لي تراند هما الاولين كيبيعو فيه مزيان. كيفاش تلقاو هاد الناس هادو، وكيفاش دير واحد اللعيبه انك اي ديزاين لاح وداك السيد او داك السيده كيطلع لك وكتكوبيه اوتوماتيك موبلي كيورد ديالو وكل شيء ليه. وغنوريكم حتى واحد الميثود انك مثلا داك الديزاين راك مرسوم ولا شي حاجه، كيفاش داك الديزاين تشفرو، داك الديزاين تيلي شارجيه، المهم تموديفي فيه شويه وتحطو. غنوريكم حتى واحد لابليكاسيون عاوتاني كيفاش داك الديزاين تشدو تشيرك كان كارتي ديالو طايحة، طلع ليه الكاليتي ديالو، اما تفيكتوريزيه راه كان فيكتوريزيه، او لا كانت ايماج غنوريكم عاوتاني كيفاش ديك التصويرة طلع الكاليتي ديالو، ضربة في 5 ضربة في 10 باش تولي واضحة. المهم الدراري الله يعاونكم.